أهلا بكم وإلى العناوين. تمديد مفاوضات فيينا النووية لأيام، ومفاوض إيراني يقول إن مسألة حظر السلاح على طهران لن تعرقل المفاوضات. شهداء وجرحى في تفجير سيارتين مفخختين في صنعاء والبيضاء، والغارات تتواصل على مناطق مختلفة من اليمن. تيبراس يقرن الإصلاحات الجدية بالتزام الدائنين توفير التمويل اللازم، وأقمة أوروبية جديدة لبحث الأزمة مع اليونان. الجيش السوري والمقاومة يدخلان أحياء شمال الزبدان وصد هجوم للمسلحين في درعا وضرب مواقعهم في حلب. نقل مراسل الميادين عن مفاوض إيراني في فيينا قوله إن بلاده لن تجعل قضية الحظر على الأسلحة إليها سببا في فشل المفاوضات النووية التي مددت أياما إضافية. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد قال إنها نقطة أساسية عالقة. كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عرقشي قال في تصريح له إن التوصل إلى اتفاق يتطلب قرارا سياسيا من الطرف المقابل. لأنها ساعة الصفر أوقفت عقاربها عن العمل. سنتابع المفاوضات خلال اليومين المقبلين، لكن هذا لا يعني أننا سنمدد الموعد النهائي، بل سنأخذ كل الوقت الذي نحتاجه من أجل استكمال وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بالشكل الممكن. فنحن كنا نعرف دائما أننا سنمر بأوقات صعبة. جاء اليوم السابع الذي من المفترض أن يكون سقفا للوصول إلى اتفاق، لم يكن ذلك ممكنا. قضايا عديدة عالقة ما زالت تعيق الإعلان الكبير، منها ما نطق به وزيرا خارجية فرنسا وروسيا. لقد اقتربنا أكثر من الاتفاق النهائي الذي سيكون لمصلحة الجميع. الكل ركز على مسألة التوصل إلى النتيجة النوعية، وتوجد أرضية للاعتقاد أننا سنحقق ذلك. إن المحادثات النووية الإيرانية كما توقعنا ليست سهلة، وكانت هناك فترات من التوتر، ولكننا نواصل المفاوضات. فيما يخص فرنسا، نحن نصر خاصة على القيود الضرورية على الأبحاث النووية والتطوير والعقوبات وإعادة فرضها والبعد العسكري المحتمل لأنشطة نووية إيرانية سابقة. النقاشات داخل الغرف المغلقة تركز على الصفحة الأخيرة من الملحق الخامس للاتفاق. هناك تكمن المعضلات: رفع العقوبات وقرار مجلس الأمن. باختصار، الخلاف على تطبيق الاتفاق لا على الاتفاق بحد ذاته. جمع المفاوضون أوراقهم مجددا، رتبوها بحسب الأولويات، الأولى ثم الأولى. إنها ساعة الحقيقة، وما قبل هذه الساعة ليس كما بعدها. علي هاشم، فيينا، الميادين. أفاد مراسل الميادين باستشهاد أكثر من 80 جنديا وإصابة نحو 200 في الغارات السعودية على معسكر اللواء 24 ميكا في حضرموت جنوب اليمن. إلى ذلك، استهدفت طائرة التحالف السعودي مبنى المجلس السياسي لحركة أنصار الله في صنعاء، كما استهدفت بثمان غارات المعهد الزراعي البيطري في مدينة الرجم في محافظة المحويد. أما في حجة فقصفت مشفى حرضل الألماني. كذلك دمرت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية دبابة سعودية في موقع رميح العسكري في جيزان جنوب غرب المملكة. الله أكبر، الله أكبر. استشهد وجرح عشرات اليمنيين في تفجير سيارتين مفخختين. التفجير الأول هز العاصمة اليمنية صنعاء وتبناه تنظيم داعش، وأدى إلى استشهاد وجرح عدد من الأشخاص، بينما وقع الثاني في مدينة البيضاء وأدى إلى استشهاد عشرة أشخاص، فضلا عن إلحاقه أضرارا كبيرة بمنطقة التفجير. انفجار فظيع، لا نعلم ما هو اللي حصل، ما سمعنا الحراسة زت، والوضع زي ما انت شايف ده. لا عد سيارة، لا عد بيت، لا عد مباني، لا عد، والحمد لله دفع ما كان الله أعظم. كشف سياسيون يمنيون للميادين عن حوارات تجرى بين القوى والأحزاب اليمنية المنضوية في إطار الجبهة الوطنية الرافضة للعدوان السعودي والأحزاب اليمنية خارج هذه الجبهة، بينها أحزاب أيدت الحرب على اليمن كحزب الإصلاح. أحمد عبد الرحمن والتفاصيل. خطوات الإفراج عن قيادة حزب الإصلاح لن تتوقف كما يبدو بالإفراج عن القيادي ورئيس الدائرة الإعلامية السابق لحزب الإصلاح فتح العزب.
خطوة وصفت بالمفاجئة، تقول المؤشرات إنها تمهد لحوار مع هذه القيادات وفق ما كشفه لنا الأمين العام لحزب الحق. نسعى قدر الإمكان إلى الإفراج عن القيادات التجمع عليهم الإصلاح لكي نتمكن من الحوار معهم. هكذا إذن يمكن تفسير هذه الخطوة. حزب المؤتمر عبر قياداته دعا إلى فتح حوار مع حزب الإصلاح، وإن اشترط عدم إشراك قياداته المؤيدة للحرب على اليمن. هناك كثير من القيادات داخل حزب الإصلاح ومن القواعد حزب الإصلاح مناهضة للعدوان ورافضة له. سياسيون أيضا كشفوا للميادين عن وجود حوارات وصفوها بالجادة بين القوى اليمنية، وفي هذه الحالة يرتبط إنهاء الأزمة ووقف الحروب الداخلية بمدى نجاح هذه الحوارات السرية. هناك حوار جاد مع هذا القوى، مع الإصلاح، مع الناصريين، مع الرشاد، مع كل الأحزاب. هذا طبعا هو مدخل أيضا لحل الخلافات العالقة الغير مبررة في المحافظات اليمنية. وفي سياق الحراك السياسي الداخلي، مبادرة وطنية أطلقها أحد الأحزاب الجديدة لحل الأزمة الراهنة في البلاد، دعا خلالها القوى السياسية كافة إلى الدخول في مصالحة شاملة وتوحيد الجبهة الداخلية وتنفيذ التزامات اتفاق السلم والشراكة. الهدف من هذه المبادرة هي إخراج الوطن من الوضع الراهن الذي تعيشه، العدوان، الخلاف السياسي، الاحتجان السياسي. يأتي ذلك في وقت يواصل المبعوث الأممي لقاءاته بالمكونات السياسية بهدف الإعلان عن هدنة إنسانية تكون مدخلا للحل السياسي. حراك سياسي داخلي لافت يتزامن مع تحركات المبعوث الأممي، لكن نجاح هذا الحراك في حلحلة الأزمة على الأقل يبقى مرهونا بقدرة هذه القوى مجتمعة على استعادة الثقة فيما بينها. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين. أطلع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال اتصال هاتفي بينهما على طلب اليونان الحصول على قرض إنقد. تسيبراس وقبيل عقد مؤتمر قمة طارئ لمجموعة اليورو قال أن خطته تتضمن إصلاحات جدية إذا التزم الدائنون توفير التمويل اللازم لبلاده. وفي المقابل، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن قمة الاتحاد الأوروبي ستعقد الأحد المقبل للنظر في خطوات قد تتخذها اليونان. وعبرت ميركل عن أملها بأن تتلقى من اليونان مقترحات إصلاحات أو إصلاح كافية حتى تستطيع مطالبة البرلمان الألماني بالموافقة على إجراء مفاوضات بشأن برنامج مساعدات طويل الأجل لأثينا. نحتاج إلى برنامج مساعدة لليونان يمتد عوام عدة ويتجاوز ما كنا نبحثه قبل 10 أيام. حتى اللحظة لم تتوفر أرضية للمفاوضات مع الحكومة اليونانية، ونحن بانتظار اقتراحات إصلاحات مفصلة منها كي تمنح قروضا جديدة. وتتجه أنظار اليونانيين إلى ما سينتج عن القمم التي تعقد في بروكسل لقادة الاتحاد الأوروبي بعدما قالوا كلمتهم في الاستفتاء ورفضوا خطة التقشف الأوروبية. موسى عاصي والتفاصيل. تسير الحياة ببطء في أثينا، الناس ينتظرون أخبار بروكسل، ليس حبا بالاتحاد الأوروبي أو رغبة بالبقاء فيه، إنما لمعرفة في أي اتجاه ستشق اليونان طريقها مستقبلا. وفي أي حال ومهما كانت نتائج القمة الأوروبية، فإن شيئا ما انكسر بين أثينا وبروكسل، واليونانيون ينظرون إلى ما حلموا به طوال 20 عاما نظرة مليئة بالحقد، وجدران مدينتهم حملت شعارات لم يكن يتصورها أحد. هذه ليست أوروبا التي حلمنا بها. أوروبا محكومة من قبل المصارف ورؤساء المصارف والمؤسسات المالية. يقولون إنهم يساعدون اليونان. كان ديوننا بضعة مليارات واليوم وصلت إلى 326 مليارا. فأين هي المساعدة؟ لا نريد اليورو ولا نريد البقاء في منطقة اليورو لأن ذلك دمر اليونان. نريد العودة إلى الدراخما فقط. هذه رسالة إلى أنجيلا ميركل. طوابير المنتظرين أمام المصارف الآلية منذ ساعات الصباح الأولى باتت مشهدا عاديا في يوميات اليونانيين. هذه حياة صعبة للغاية. نتمنى أن يتمكن رئيس الحكومة من حل هذه المشكلة في بروكسل وعلى الطرفين اليوناني
والأوروبي التنازل قليلا من أجل بلوغ الحل. اليونانيون جاهزون للخطة باء في حال فشل مفاوضات بروكسل. سيقوم سيبراس في داخل اليونان بتأميم العديد من الاستثمارات والمؤسسات الأوروبية وخاصة الألمانية ووضع اليد، كون أن هناك مشكلة بتعويضات الحرب أولا. ثانيا ستقوم اليونان بالذهاب إلى محكمة لاهاي لوضع لإجبار ألمانيا على دفع تلك التعويضات. ما تخفيه أحياء أثينا الداخلية كان أعظم. 100 المراكز ظهرت خلال الأشهر الأخيرة لتقديم وجبات مجانية للأكثر حاجة وفقرا، بعدما بات 35% من اليونانيين يعيشون تحت خط الفقر. أيام مفصلية في حياة اليونانيين، فيها ترتسم معالم مستقبلهم. يعولون كثيرا على الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، ولكن على الاتفاق أن يكون على قاعدة الشروط اليونانية. مصعص أثينا، الميادين. أفاد مراسل الميادين بأن الطائرات الحربية السورية كثفت غاراتها على تجمعات للمسلحين داخل مركز البحوث العلمية غربي حلب. كذلك قتل وجرح عدد كبير من مسلحي غرفة أنصار الشريعة إثر استهداف الجيش السوري لهم في ساحة النعنعي في حي جمعية الزهراء قبيل شروعهم بهجوم جديد على الحي. الجيش نصب كمينا لمجموعات النصرة قرب مبنى أمن الدولة في المكان، كما استهدف منصة للصواريخ وآليتين عسكريتين للمسلحين. وفي الزبداني بريف دمشق، تقدم الجيش السوري والمقاومة اللبنانية في حي الزهرة شمال غرب المدينة وسيطر على عدد من الأبنية. الطائرات الحربية والمروحيات السورية غارت على تجمعات ونقاط للمسلحين في محيط دوار المحطة في المدينة. لم تهدأ أصوات المدافع في الزبداني، فكثافة الصواريخ التي تساقطت على مواقع المسلحين في المدينة وأصوات التفجيرات والاشتباكات تظهر مدى ضراوة المعارك بين الجيش السوري والمقاومة من جهة، والمجموعات المسلحة بقيادة جبهة النصرة وحركة أحرار الشام من جهة أخرى. الاشتباكات تتركز على محاور ثلاثة: الشرقي والغربي والجنوبي، وسط تقدم للجيش السوري والمقاومة ودخولهم إلى عدد من أحياء الزبداني وتراجع المجموعات المسلحة إلى وسط المدينة. المصادر الميدانية تتحدث عن نجاح المرحلة الأولى من الخطة عبر استكمال الطوق وتضييق مساحة التماس مع المدينة بالتوازي مع استمرار قواعد النار من مدافع ورشاشات ثقيلة ودبابات وصواريخ موجهة ضد الدروع بالتعامل بنحو متواصل مع تحركات المسلحين وألياتهم وتجمعاتهم في المدينة، وعبر غارات للطيران الحربي التي استهدفت مواقع جديدة لتجمعات ومقار ونقاط عسكرية للمسلحين في محيط دوار المحطة داخل الزبداني. إلى الحي الغربي من الزبداني، حيث أشارت المصادر الميدانية إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف مسلحي حركة أحرار الشام بعد تمكن مجاهدي المقاومة ونجاحهم في استهداف دشمة لحركة أحرار الشام. كما استهدفت الطائرات الحربية السورية تجمعا للمسلحين في حي النابوع شمال غرب المدينة، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المسلحين. وفي ريف جسر الشغور شمال سوريا، أعلن المرصد السوري أن جبهة النصرة اختطفت الراهب ضياء عزيز من مكان إقامته في قرية اليعقوبية. وقد ذكر المرصد أن أمير جبهة النصرة في المنطقة وهو مصري الجنسية استدعى عزيز للتشاور معه السبت الماضي، إلا أن الأخير لم يعد حتى اللحظة. سياسيا، رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن لا أحد يحق له مطالبة الرئيس السوري بشار الأسد بالاستقالة لكونه منتخبا بطريقة قانونية. كلام بوتين جاء ردا على نظيره الأمريكي باراك أوباما الذي ذكر أن الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار في سوريا هو تأليف حكومة جديدة من دون الأسد. مستشار بوتين ديمتري بيسكوف أكد أن الموقف الروسي حيال الأسد يعرفه الجميع، مبينا أن أجندة الرئيس الروسي لم تتضمن إجراء محادثات جديدة مع أوباما.
وفي غضون ذلك أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جوش أرنست أن عدد مقاتلي المعارضة السورية الذين تتولى وزارة الدفاع الأمريكية تدريبهم لقتال تنظيم داعش والبالغ 60 مقاتلا ليس كافيا. هذا العدد من المقاتلين ليس كافيا. الولايات المتحدة وشركاؤها في التحالف يحاولان انتقاء الأشخاص المناسبين ليخضعوا لبرنامج التدريب والتجهيز من أجل قتال داعش. أعلن وزير الداخلية التونسي محمد الغرسلي أن أجهزة وزارته فككت خلية إرهابية وصفها بالخطيرة جدا، خططت لتنفيذ أعمال إرهابية لا تقل عن هجوم سوسة الذي وقع قبل أيام، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن أحبطت محاولة لاغتيال السفير الأمريكي في تونس يعقوب والش. وقال الغرسلي أن على هامش حضوره جلسة مساء التي في البرلمان قال أن الوحدات الأمنية المختصة تمكنت من توقيف جميع عناصر الخلية الإرهابية، وأضاف أنها احتجزت معدات كانت مخصصة للاستخدام في تفجيرات، مؤكدا انتقال عدد من الخلايا المتطرفة النائمة إلى مرحلة الإعداد لتنفيذ أعمال إرهابية. وبالتوازي أعلن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد أن بلاده بدأت في بناء جدار رملي مع ليبيا بطول 167 كيلومترا، إضافة إلى خندق للحد من حركة الإرهابيين. الصيد قال أن العمل بالجدار ينتهي أواخر العام الجاري. الصيد أكد أن بلاده لن تسلم أي متهمين إلى بريطانيا. وإلى ذلك تلقى الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل قاسم عفية إشعارا من وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة بأنه مستهدف بالاغتيال. وفي تصريح للميادين أكد منسق قسم العلاقات العربية والدولية في الاتحاد عبد الرحمن عزيز أكد أن الاتحاد مستهدف في هذه المرحلة، وأنه عثر على وثيقة تتضمن أسماء عشرات الأشخاص الذين يخطط العناصر الإرهابيون لتصفيتهم. اليوم التهديد اللي تلقاه أخ قاسم عفية الأمين العام المساعد هو مندرج في حملة ضد الاتحاد العام قسم الشغل، ما هوش تهديد مباشر، هو في الواقع إخطار من وزارة الداخلية بأنه في إطار متابعات قضية سوسة وجدوا وثائق عند مشبوه فيه والمظنون فيه يرصد حركات الأخ قاسم لمدة طويلة، و ايضا قائمه فيها اسامي مستهدفين بالقتل. دونك لم يتلقى تهديد ولم يتلقى الا اشعار من وزاره الداخليه ورئاسه الحكومه. اكد رئيس تكتل التغيير والاصلاح في لبنان ميشيل عون انه مستمر في تحركه الميداني المزمع الى النهايه، في اشاره الى تحرك التيار الوطني الحر الخميس المقبل. وفي مؤتمر صحفي طالب عون باقرار قانون انتخابي يحقق التمثيل الصحيح ويؤمن المناصفه الفعليه المنصوص عليها في اتفاق الطائف. قالوا العماد عون خايف من الانشاء ومن الاحراج اللي بده يصير بالوطن، ما راح يروح بعيد بالموضوع، بس انشقيت انا، اذا انا انشقيت الوطن بيتشق، لان بيعرفوا شو انا بمثل. واذا الموضوع رايح للنهايه واللي بده يسمع يسمع، اللي ما بده يسمع ما يسمع، لانه ما بقى نحمل. في غضون ذلك كشفت معلومات خاصة للميادين أن مساعي تقودها بعض القوى السياسية ومنها حزب الله لمنع الصدام بين التيار والحكومة عبا الصباغ. الأسلاك الشائكة تحيط بالسرايا الحكومية في بيروت، كل الأنظار تتجه إلى التحرك المرتقب للتيار الوطني الحر احتجاجا على إصرار رئيس الحكومة تجاوز بحث التعيينات الأمنية والسير بالتمديد للقادة العسكريين. العماد ميشيل عون حسم أمر التحرك المرتقب وبات أنصاره في انتظار ساعة الصفر. خصوم عون السياسيون يأخذون عليه توقيت تحرك أنصاره. بالتأكيد من حق كل شخص أن يعترض بالطرق الديمقراطية أن يتظاهر، المهم أن يحترم حريات الآخرين ويحترم حرية التنقل، وإلا يصبح في مواجهة مع القانون. ما عدا ذلك له الحق في أن يعبر ما يريده طالما أن هذا يحترم الأخلاق ويحترم الأعراف السياسية اللبنانية، ما في مشكلة. أما التيار الوطني فيرد مبررا الأسباب الموجبة للتحرك المرتقب. عندما يصل الأمر إلى هذا الحد من الإلغاء والإقصاء والتهميش، حق شرعي وقانوني وأقرت فيه كل شرعة الأمم المتحدة بما في ذلك حقوق الإنسان، عندما يصل الإنسان إلى إلغاء الذات، حق الدفاع عن نفسه وحق مشروع، الوسيلة المثلى بالديمقراطية هي عملية التعبير عن هذه الرفضية عبر التظاهر
عبر إقفال المؤسسات الرسمية. قوى الرابع عشر من أذار ومع اعترافها بالحق المشروع لأي تعبير ديمقراطي تغمز من قناة التداعيات السلبية للتظاهرات على الاقتصاد والاستقرار في لبنان. الشارع اللبناني يترقب الاعتراض العوني، وسبق للاعتراض في الشارع أن أسقط حكومات عدة منها حكومة الرئيس الراحل عمر كرامي. أعلن استقالة الحكومة التي لي شرف رئاستها في الوقت الذي أخفقت فيه تظاهرات في إسقاط حكومات أخرى، وليس محاولة اقتحام السرايا الحكومية قبل 3 أعوام إلا دليلا على إخفاق الشارع أحيانا في إسقاط الحكومات. أخفق النقاش السياسي داخل السرايا الحكومية في تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء اللبنانيين، فقرر التيار الوطني الحر اللجوء إلى الشارع لوقف ما يسميه التهميش وتجاوز الدستور. عباس صباغ، بيروت، الميادين. إلى الماضي الحاضر.